خط الوسط في عالم كرة القدم، من أدار كفة البلوغرانا لسنوات طويلة. الكرة لبغداد، بغداد الكرة معاه، يمرر، الله، على خطى شقيقة، على خطى شقيقة. علي عفيف اللي كان أحد الأسماء التي حققت البطولة في 2011، الله يا أكرم. القنبلة الموقوتة التي تنفجر في هذه اللحظات، والصوت التي تستمع إليه آسيا بأكملها في هذه اللحظات، صوتك يا ذيب، صوتك يا ذيب. الله على بغداد وعلى التمريرة وعلى القادم من الخلف أكرم عفيف، يضع الزعيم في المقدمة، يضاعف التقدم في هذه اللحظات لتصبح 4-1. وقلت لكم بأن الزعيم اقترب من هدف المباراة الأول. الله عليم، عرضية للأمام، تبعد، ممتازة، مرتدة واحدة بس، مرتدة واحدة بس، مثل هذه يا بغداد، مثل هذه يا بغداد. خلصها يا زعيم، خلصها يا زعيم. الله، ركلة جزاء، الصناعة من بغداد. بغداد بنجاح، خلصهم يا بنجاح بغداد. الله، هداف القارة، ذلك لا يكفيه، هو يريد ذهب القارة. عاد الزعيم مجددا يا آسيا. وش تقولون؟ نقول السد فايز، وعادة السد ما يخيب أملنا، ما يخيب أملنا. هدف التعادل وهدف النصف النهائي. الله يا بغداد، بنجاح من نجاح لنجاح، أصر على أن يسجل وأصر على أن يكون توقيع الوصول لنصف النهائي بقدمه. وهنا هذه الصورة التي فيها ما فيها من الذكريات ومن الشجون. بنجاح يصل للهدف رقم 12، وهذا الجمهور يقف في هذه اللحظات. وعادة السد ما يخيب أملنا، اي والله. آخر دقيقتين